الوجوه الشاحبة للمتسوقين في أسواق الأراضي الفلسطينية خلال شهر رمضان تعكس حال الأسواق والارتفاع غير المسبوق للأسعار. أحمد أبو عيد جزار قديم يقر بكارثة الأسعار ولكن ينفي مسؤولية التجار. غلاء فاحش ما مر في التاريخ، وبالتالي الإقبال ضعيف، الإقبال الناس على الشراء ضعيف جدا صار. بس مش انتم رفعتوا الاسعار؟ لا مش منا، احنا شو علمنا البيع المشترى. بجينا غالي ان البيع غالي. ثمن الدجاجة الواحدة تجاوز 10 دولارات، اما لحوم الضأن فسعر الكيلو الواحد 27 دولارا. وطال الغلاء حتى الخضروات والفواكه الذي يبرره البعض بتداعيات كورونا الاقتصادية والحرب بين روسيا واوكرانيا. الطحين والقمح وهي شغلات بيستوردوها من روسيا ومن اوكرانيا، ممكن هذا سبب. السبب الثاني انه هاي بتحسوا انه زي كانه هاي موضه انه فتره رمضان لازم كل شيء يغلى. كل شيء شبعت نحن الحرب، واحنا شو نحن في حرب، احنا الفلسطينيين في حرب دائمي، اليس كذلك استاذي؟ احنا في حرب دائمي، ارتفعت كذا الحرب. طب واحنا المواطن الغلبان اللي بيشتغل شو يسوي؟ الذي لا يجد قوت يومه شو يسوي؟ الغلاء لحق أيضا بالخبز والحلوى والمحروقات وحتى القطايف، فيما يعلق الفلسطينيون آمالهم على وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك للفصل بين قدرتهم الشرائية وجشع التجار وعجز الحكومة. يقول البعض أنه لحسن الحظ أن النخيل لا يزرع لا في أوكرانيا ولا في روسيا، لذلك لا يوجد هناك مبرر على الأقل لرفع سعر التمور الرمضانية. عبد الحفيظ جوان، العربية، الأراضي الفلسطينية.